هلا 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 شباب، حلقة جديدة ورجعنا لكم بأسبوع جديد وحلقة جديدة مع رابر كنا بنعرفه اللي هو أرام. بس قبل ما نروح لعنده خلينا نشوف شو الأخبار اللي عندنا على طريقتنا. حلقة جديدة من رابب زي ما عودناكم، أسبوع جديد ضيف جديد وأخبارنا تصدمكم. تحب تشوفنا بسيطة روح للمشهد دوتكم، جيب كل الشباب وتابعنا هذا عالمكم. تويتر ودعت كل الطيور وحطت إكس، قرار جديد من إيلون ماسك الله يعلم بالنكست، ضافها على سبيس إكس وعلى تسلا إكس. خلينا نشوف شو حيطلع، إبداع ولا العكس. بعد ما دمروا أوكرانيا رجعوا لنا من تاني، الفاغنر بيتدربوا في حدود بيلاروسيا يعني بولندا صارت في خطر واحتمال تعاني. وهذه أخباري لليوم، الحلقة طويلة خليك. مرحبا بك أرام. نحلى أول سهلا. شيء نورت الاستوديو. شو رأيك في الاستوديو؟ والله ألوان حلوة حلو. حس حالك بالشارع. أي والله حلو، نايس نايس. لا عن جد حلو اللي عاملينه بالمكان صراحة. أوكي سو أرام، أنا حاطي عنك نبدأ سريعة عشان الناس تتعرف عليك وبعدين بنروح على فقرات البرنامج. أول شيء أنت بدأت ب 2021 بس بدأت ريميكس وكوفرز وهي الأشياء، وهاي المعلومات اللي عندي. وأول أغنية راب اللي سويتها كانت 2022 اللي هي Lost Identity صح؟ أول أغنية سويتها كانت Well From Hell. أوكي. اسمها كانت فريستايل على أغنية اسمها تايم باك، نسيت اسم الارتست. اوكي تايم باك. فبعدها اخذت الكلمات تبع الاغنيه هاي وحطيتها على اغنيه بيت معموله من رابر وبروديوسر اسمها ليتل جي فريش، هي اللي عملت البيت ونسقنا الكلمات على اوكي الأغنية. بس انا بعتقد هاي مش موجوده على قناتك على اليوتيوب، لان انا مشيت على موجودة. على هاي اللي لقيته كله كان كفرز وريميكس. لا انا عملت تو كفرز او ما عمل كفرز، انا عامل مثلا جايب اغنيه معروفه البيت تبعها اوكي وغنيت كلماتي عليها ريميكس. ما عمل كفرز ابدا انا كرابر. اوكي اوكي طب خلينا نشوف مقاطع من Lost Identity ونرجع نتكلم عنها، شو رايك؟ تمام يلا تمام. So Lost Identity كيف عملتها؟ كيف لأنه قبل كان عندك ريمكسز أكثر وهذا، هاي أغنية 100% تبعك صح؟ صحيح. كيف عملتها؟ كيف صنعت هاي الأغنية؟ الهوية الضائعة Lost Identity كانت أغنية لمشروع تخرج لصديق إلي اسمه هادي، هو عم بدرس إنتاج أفلام وهيك، فكان عنده فيديو قصير اسمه The Rant عم بيحكي عن اللغة العربية وكيف نحن هلأ كمجتمع ما عم نتكلم باللغة العربية أكثر الأوقات، عم نتكلم باللغة الإنجليزية. أوكي. فليش هذا الشيء عم بيصير؟ فقال لي اكتب لي أغنية، وساعدته في الموضوع أنه نعمل أغنية نطلع فيها لا الفيلم دخل. القصير تبعه اللي اسمه The Rant. أوكي. فهي الأندينج يعني النهاية تبعت الفيلم القصير تبعه. بس كانت حلوة بصراحة. بعدها بس خليني أسألك قبل، شو اللي خلاك تروح من ريميكسز وهاي الأشياء لأنك تصنع موسيقى خاصة لك؟ يعني خلاص قررت أنه تبلش حقبة ثانية من الكارير تبعك ولا؟ والله هي شوف، كمؤدي راب أنا لازم أعمل شيء خاص فيني أنا، ما فيني أضل أعمل يعني فريستايل على أغاني معروفة. أوكي ممكن واحد يجرب أغنية تنتين أو لحتى بس يتسلى يعني، بس أنه إذا فعلا أنا جدي في الموضوع لازم أعمل شيء خاص فيني أنا أصلي. عرفت علي كيف؟ صح. طب في أغنية نفس ثاني تمام؟ خلينا نشوف منها كمان مقاطع ونرجع. تمام يلا. ربنا بيعرف شو في جوا، لا تضحكوا عحالكم، كل خطوة بتعملوها هي خطوة من كيانكم. حرين كنا وطالقين لازلنا، ومهما دار الزمن هي الحياة هدية إلنا. So, هاي الأغنية عن اللي أنا فهمته عن شو بيصير بعد الموت يعني، والإنسان لما يموت راح يكون راضي على حياته اللي قضاها ولا لا. It's a deep message وعجبتني فكرة الكليب وفكرة الأغنية. كيف إجاك الفكرة هاي؟ من وين جبتها فكرة بعد الموت؟ والله
ضليت هيك أراجع نفسي مرة إنه هل أنا عم بعيش حياتي بشكل رح يرضي ربنا يعني؟ صح. رقم واحد. رقم اثنين، هل أنا حكون راضي عن هالحياة نفسي اللي أنا عايشها؟ ففكرت فيها كفكرة إنه أنا فعلياً لو تخيلها، مجرد تخيل، صحيت، قمت، رحت شربت مي، رجعت، ها؟ لقيت حالك على التخت، فاهم الرسالة اللي عم بحاول أوصلها؟ فحت هي هو خيال، ما في مش exactly. واقع، مجرد خيال يعني. بس رسالة مهمة إنه بعد ما تموت حتكون راضي على حياتك ولا لا. It will be too late. صح. وكلمات الأغنية بحاول فيها إني أشرح هذا المسج، هذا الرسالة. مبين مبين. هلأ تعرفنا عليك كفنان، هنروح نتعرف عليك كإنسان. تمام. على فكرة هو نفسه. لا هنشوف. هنشوف هو نفسه. نروح لفقرة ما وراء الفنان. دارس بزنس أدمينستريشن في الأمريكان كوليج بدبي، وعندك MBA. صح. طب احكي لنا كيف درست وليش ما كملت في هاي الفيلد. مين لك ما كملت؟ يعني خلاص مختص فيها هلا؟ انا عندي ما كملت باي فيلد قصدك؟ اللي هو البزنس. لا لا انا عندي فول تايم جوب يعني بشتغل. انت بتشتغل سيلز مان بشركه لتصنيع الحديد صح؟ يس يس. اوكي. بنبيع حديد وامورنا طيبه يعني. ف محتاجين حديد هون احنا. والله انا كنت هيك عم بفكر حتى شفت الكواليتي. لا بس انه بعدني في شغلي وبحب شغلي، وانا عباره عن سيلز، بحب اشوف ناس. في عندك هالشغله لما بتبيع حد او تفيده بتحس حالك انجزت، بالذات انك عم بتبيع شيء ملموس، عم بتبيع شيء راح يفيد، بتشوف مشروع بعدين طلع كبير، سواء كان بناء او جسر او كب، تقول انا لي ايد في الموضوع هذا. عرفت كيف؟ فلا انه الواحد لازم يحط لقمه العيش على الطاوله، بنفس الوقت اذا عنده شيء بيحب يسويه، لاني حتى لو اجت ولا ما اجت، لو انشهرنا ولا ما انشهرنا، نحن طالما في عندنا واحد او اثنين او ثلاثه لما يشوف اللي عم نعمله عم بيتفاعل وعم بيحس هو نفسه صار عنده مثل دافع يغير إشي في حياته، هذا ما برايسلس، ما له ثمن. فهذا الشيء كثير خليك تقول انا بدي اكمل. لا اكزاكتلي exactly. ما انا هذا اللي بحاول اوصله بهاي الفقره، انه الرابرز مش، لانه في شريحه من الناس بتشوف الرابرز بس يو مش عارف شو ولا ناجحين في اي شيء، فهذا ليش انا بحاول. او ناجحين عادي، فهمت علي؟ يعني رابر بس هو at the same time is a business administration وعنده MBA وسيلزمان وبيشتغل باندستري كبيرة تبع الحديد. ف I'm proud of you brother. حبيبي الله. كمان انت بتحب الجيمينج وفزت الاول ببطولة Call of Duty زمان. لا من وين بتعرف هالحكي كله؟ عندي واحد بيجيب لي الاخبار انا. صحيح. انا زمان هاي كان معك صديقك. نحن عشنا الطفولة. احكي لك القصة. رحت هناك عشان اعطيك الديتيلز. رحت هناك لما كان البطوله، ما بحكي اسم المكان، وكانوا بيلعبوا بالريموت بالجويستيك تبع اكس بوكس وانت بتلعب بلاي ستيشن، ورحت اشتريت اكس بوكس وضليت تتعلم عليها وبعدين رحت. لا صحيح هاي كانت انا بحب نسيتها انت. لا ما نسيت هالامور، تخلدت بالذاكره ولهلا قل لي روح العب، بقول لك يا ريت، لاني الوقت كله عم بفضيه بالكتابه او في الموسيقى او في شيء، عم بقول اذا انا بضل بضيع وقتي على اللعب. صحيح. ما حوصل للحلم اللي بدي اياه. طب هلا خلصنا بالفقره ما وراء الفنان وتعرفنا عليك انسان. هلا ما امام الفنان. عرفنا عن نفسك. لا المفروض هلا بنروح على فقره اسمها سبيشال جيست، نستقبل فيها شخص مميز لك. بس قبل ما نروح راح اطلب منك تعطينا فيرس من اغنيه لنربع فيها لاني بحبها كثير. تمام. حاضرين. يلا بينا. قالوا قيل بس عمين نلح، يا ما حكوا في ظهري ما حيفلح، فجيتهم كتاجر الجملة أبيعهم قوافي مع قهوة، صحصحوا شوي لأني بغفلة، حتفتحوا خي بلحظة وصدفة، حتشوفوا صورتي ونغمي وزع رني تكتيكي جاي أربع، تربيع ملكي عترابي مدوش حداري، ما في هون مكان إلا متوسط فاني، دمك مقتنع إني مبتدئ طيب ماشي، بس اللي ليشك حافي جاجل أخوك هون بلبس إلا ناكي بنقط فواضع يا كيف فاضي ممدوف هاشتاك بقى وجع راسي من روح بعيد سؤال بيطرح نفسه كتير هذا اللي وجد مايكو خطير بس لساته تحت أمي كير لازم نوصله بس لحتى يصير لازم للميديا بحاله أسير لا عندي معادلة تانية أوجد البطل في الخدمة تربيع
سو نحن بفقرة سبيشل جيست. شكرا أول شيء على الأغنية اللي أمتعتنا بها. الله يخليك. سبيشل جيست بنجيب شخص مميز لإلك وبندردش شوي معه. جاهز تعرف مين معنا؟ يلا شوف هناك. وين هني؟ هيطلع. ليش تضحك؟ مين هذا؟ شوف الوش البشوش. هلا والله، سمعنا صح؟ كيفكم؟ تسمعوني؟ شو أخبارك صديقي؟ الحمد لله. هلا والله شباب. هلا 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 فادي. هلا أول شيء فادي، شكرا إنك خصصت وقت وجيت إنك تحضر معنا بالحلقة مع أرام. الله، هذا شرف لي صراحة. أول سؤال عندي، أول سؤال عندي فادي، شو تتذكر اليوم اللي تعرفت عليه مع أرام ولا لا؟ أوف، هذا سؤال جميل صراحة، لأن أنا أرام كل 5 لـ 6 سنين لما نكون جالسين مثلاً مكان ولا شيء هيك يعني نقعد نتكلم. يا أخي تتذكر أول مرة كيف تعرفنا على بعض؟ ولا مرة بحياتي نتوقعت هذه العلاقة بتستوي يعني توصل 19 سنة ولا اليوم. طب فادي أنت هلأ أكيد بعتقد تسمع أغاني أرام وبتشوف الكليبات اللي بيعملها، شو النصيحة اللي بتشوف إنه لو عملها في الكارير تبعه بالموسيقى ممكن تطور منه أكثر، أو شو الغلط اللي بيعمله أنت تتمنى إنه ما يضل يسويه بالموسيقى؟ أنا بشوف أرام حلو لما يسوي أغاني تكون فيها كوميدي وتكون بسرعة. أنا نفس الشيء. إيه هذه أكثر أغاني، وحتى قلت له أرام أنا بحب لما تسوي هالأغاني لأن أنا بكون حي معك، يعني أنا عادي حطه في السيارة واستمتع، يكون في جو فايب، فاهم عليه؟ صح. حتى شخصيته تغير، يعني أكتب وفاني وهيك. بالضبط. ما بيلبق لك السيريس انت. ما بيلبق لك السيريس. بالضبط. فهو الآن يعني هو بعد يعني عنده أغاني سيريس وعنده أغاني دراما، هذيك الأغنية اللي كان يتكلم عن المأساة بسوريا وهالأشياء كلها. It's nice بالأخير يعني هالليركس كمان، أنت تخيل واحد ممكن يعني you can relate لهذه الأشياء، فبتستمتع لما تشوف أرام خصوصاً النفس الجنسية وكل شيء ونحن عرب وهيك. بس صح، it's nice you can relate، ولكن صح. ولكن طبعا. أنا عن ذوقي بحب لما يسوي كوميدي، هذا الفاست راب هذا. أوكي خلاص، خذ هاي النصيحة واشتغل عليها لعيونك. طب قبل ما نودع فادي، شو آخر كلمة تحكيها لفادي؟ والله بشكره دائما لأنه إنسان بدون فلتر معي، حقيقي حقيقي، وهذا الشيء هلأ صعب جدا تلاقيه. ممكن واحد عم يبتسم لك صح، بس أنت وراه ما بتعرف هالشيء. فادي من الناس اللي يعني مثل أخوي ما أعرف. الله يخلي لك إياه، وإن شاء الله علاقتكم تدوم تدوم. شكرا كثير فادي إنك كنت معنا اليوم، وإن شاء الله ما تكون آخر مرة إن شاء الله. شكرا حبيبي، الله يخليك. يلا تسلموا. طب هلا رح نطلع من السبيشال جيست وهاي الجو الحلو والأسئلة اللطيفة والطفولة والحميمية، حنروح على فقرة شوي سيريس وحنعمل معك تحقيق. جاهز للتحقيق؟ جاهزين. يلا ونروح لفقرة التحقيق. نحن بفقرة التحقيق يا صديقي العزيز. أهلا وسهلا. طلعنا من جو الأصدقاء وجو الحميمية. هاي الفقرة شوي سيريس، نعطيك فيها أسئلة وبنحقق معك، وإذا ما عجبك شيء we can skip it. تمام؟ سو أول شيء بدي أسألك عنه، اليوم اللي أنقذك فيه صديقك، ما بعرف إذا بتعرف إنه هو اللي كان السبب أو لا، بس أنتوا كنتوا بتلعبوا كرة بأيام الطفولة مع فادي وهاد، وتضاربتوا مع الشباب اللي كنتوا بتلعبوا فيهم، وهو شاف واحد طلع سكين انت ما شفته فسحبك وقال لك يلا نطلع من هون. ياي تعرف لو ما سحبك مع ذكر اسامي ولا بدون؟ كيف؟ مع اذكر اسامي عادي. لا بدون ذكر اسامي. يلا روح. يعني فعليا كنت ولاد صف عاشر عم نلعب ورا المسجد، عم نلعب كره ورا المسجد صح. ف يعني انا كنت متحمس والعب باس العب باس، تعرف لما انت صف عاشر كيف صوتك العب باس العب باس، في انرجي زياده. ففي واحد كان عم بتمسخر انه كمان كنا صغار اولاد يعني، فانه انت صغير تنفعل انه انت كيف تحكي معي هيك وكذا، تب والسكينه تطلع. انا بقول ها، بس دغري بعد هيك دخل صاحبي بدل ما المشكله تكبر، وقنعنا شوي بس
احتكينا وتاني يوم اتصالحنا. يعني معروفة هالشغلة على خطر انه واحد بصف عشر يطلع سكين. هي هيك قدها بس اي نو بس يعني مؤذية. ما للتخويف. بعدين انا لما شفت هيك يعني من انا صغير ما بدخل في هالامور اصلا. يعني هذا اللي كان بدي اسالك عنه انا ليش لا. ليش بحقق معك في الموضوع انه انت بتنصح هاي الشباب اللي كان اللي في سن العاشر انه اي شيء استفزهم لازم يتضرب لا ولا لا 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 It's not working صح؟ دائما خد الامور على انه هذا الانفعال كله ما حيفيد صح. ابدا لا تاخذ قرار وانت منفعل. هاي الشغله تعلمتها بالصرماي صح. لانه انت مش انت كليا لما بتكون منفعل وبتاخذ قرار هدي خد خطوه لورا. ما تخلي الكبرياء رجوله مش في الخناقات وكذا. ما عم بقول لك واحد ضربك اسكت له ولا كذا لا دافع عن نفسك بس بذكاء. مش الخناق هو الحل. فاحنا حتى تاني يوم معروفه شغله عن الولاد يعني انه طبعا. لما بيتخانقوا عاده بتلاقيهم صاروا صحاب تاني يوم صاروا صحاب لاني كسروا حاجز. هذا الشيء بيكونوا هم صغار بيصير ما عم بحث على هالامور بس هذا اللي تمام. صار تمام. طب انت فشلت بمسابقه ارتست اللي فاز بيها ليش الاذى يا اخي ليش فشلت انه فاز بيها طيب سانتو فشلت انا حاعطيك سؤالي فاز بيها طيب سانتو. طيب سانتو كان عندنا هون بحلقه ماضيه. انت راضي على النتيجه ولا بتشوف انه لا راضي كان لا راضي جدا. طب ال 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 شو بسموهم اللي كانوا اخذوا القرار ايوه انت تشوفهم كلهم لهم علاقه بالراب وبيفهموا بالراب. انا شفتهم الاربعه بحكيك باختصار. هدول اربع حكام هدول اربع بني ادمين والبني ادم في عنده ذوق مثل انت عندك ذوق انا عندي ذوق. ممكن مثلا تجيب اربع حكام ثانيين يكون عندهم تحكيم ثاني بيفرق عن النتيجه اللي طلعت. هذا لا يعني انه انا الافضل ولا طيب سانتو الافضل. انا سانتو نفسه تكلمت معاه عادي وقلت له سانتو ما شاء الله عليه يعني سانتو كان معي هون رهيب. تكلمت معاه وقلت له سانتو اعطيني انت رايك في الاغنيه انا بدي اطور من نفسي. انا ما عندي شيء اسمه كبرياء عادي كلنا في المجال وكلنا قاعدين نحاول. يعني انت راضي عن النتيجه اكيد تمام اكيد لا 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 سو طلعت من التحقيق سالم حتروح على بيتكم عادي ما راح تتسجن. هلا نطلع من الجو السيريوس والاسئله المستفزه ونروح نلعب انا وياك لعبه ديس اور ذات. تمام ديس اور ذات يس نروح كيف على كيف بلعبوها هاي عاد شوف نروح على ديس اور ذات. سو نحن هلا بلعبه ديس اور ذات راح نلعب انا وياك وأجوبتك كمان لازم تكون صريحة تمام؟ فأنت عندك this عندك that عندك that هون وعندك this فأنا بعطيك مثلاً يعني this فادي that هادي مثلاً أنت بترفع الاختيار اللي أنت بالنسبة لك أوكي وبتشرح لي ليش تمام؟ so أول اختيارين رح أعطيك this الراب بالإنجليزية وthat الراب بالعربي شو بتختار؟ عرب. يعني راب بالعربي لا يعني اني ما حامل انجليزي بس راب بالعربي. طب ارفع لي الجواب وين يعني راب بالعربي هاي كاميرتك الاثنين حسب المزاج. سو ذس ضل ماسكهم ولا يو كان انت عندك ذس التمثيل والاخراج ذات الراب. شو اللي قالوا لك لازم توقف اتوقف التمثيل والاخراج ولا توقف لحظة. الراب اوقف شو اتوقف شو التمثيل والاخراج ولا راب يعني شو تختار اللي اخترته هو اللي حيضل معك this التمثيل والإخراج ذات الراب شو اللي بدك تكمل فيه؟ سؤال حلو هل لازم أكون سريع؟ لا براحتك عادي معانا لبكرة. طيب أنا كأرام بعتقد أني بمثل أو عندي مقدرة بإظهار تمثيل أفضل من الراب من راب في الوقت الحالي أوكي أفضل من غناء اوكي فبتختار التمثيل والاخراج لا. عشقي يكمن ويظل في الموسيقى اوكي يعني بتختار ذات اللي هو الراب بس ما حيتفرقوا عن بعض لو شو ما صار اوكي خلينا واقعيين يا اخي ما حيتفرقوا تمام انا بعطيك بنعطي جوكر في اللعبه انه مره واحده تختار الاثنين هلا راح اسمح لك تاخذ ذس لا غناء
ما بدك تستعمل لا لا الجوكر؟ لا لا بيضل الراب لا 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 بيضل لل... ماشي طب لو قلت لك this سوريا ذات الإمارات شو هالسؤال تختار ولدت وعشت في الإمارات تستعمل الجوكر هلا طبعا يعني. ولدت وعشت في الإمارات بس أنا سوري في سؤال أصعب متأكد تستعمل الجوكر هلا لما تجي للوطنية هلا لا استعملها أكيد يعني أنت بتختار الإمارات وسوريا طبعا أوكي ما فيك تختار ما فيك تفرق بيناتهم طب آخر واحدة this فادي ذات هادي شو بتختار مين هادي هادي اللي اشتغل معاك الموسيقى زمان لا حبيبي ما تزعل مني بس فادي صار لي 24 سنة يعني أنت منحطك هون بالألف أنت بالألف لا تختار واحدة لا أنت لا. استعملت الجوكر أكيد هيتفهم لا أكيد هيتفهم ما بيهمني يتفهم ولا بيتفهم معلش أنت طب طلعت من اللعبة تمام هلا حنروح على فقرة فريستايل شاي استعطينا فريستايل Let's go. يلا نروح لفريستايل سو فقرة فريستايل هلا بالعادة بنطلب فريستايل من الرابر اللي بيكون معانا بس أنا رح أطلب منك فيرس من أغنية نكهة الهروب تمام جاهز تعطيني إياها شو هي نكهة الهروب أو شيء شو هو مذاق إنك أنت تهرب مش تهرب تهرب من شو من الحكي الفاضي وتكون دي. مركز على بالأشياء اللي فعلا مهمة خلاص دي خلينا نشوف شو هتعطينا ونفهم من الكلمات يلا بينا ما كرام هل بدك تجمع فلوس تشتري لك بيت على البام وتصير غني ارباحي طام بس مساحة اكبر تنسى الاصحاب اللي ساعدوك وما تتذكر يجوك يمين تروح يسار تعمل حالك احول يا طيعان التواضع شبع موت وعفن بس لا نحكي الحق الحلم بسيط هدفي النق اللي بيخنق بالايد ماسك درب ماشي بالقلب والدم حديد شمس سنين تضرب بالصدق راح لبعيد لف ونهان بس شاف عشبيني مكتوب بالحرف إنسان طموح لتجيني منحوت السقف الدام الفرش بنومي بشوف الرد مستاع عنيد من يومي بقوم بكف أحلام لتعيش Don't phone me if you want some in life Grab it and follow me, yeah! شكرا حبيبي انك كنت معنا اليوم وانا استمتعت معك أتمنى يكون نفس الإشي شرف لي حبيبي شو رأيك في البرنامج؟ طيب يعطيكم العافية للجميع من المصورين للمخرجين لألك الله يخليك عزبتك معلش بس أنا كمان عزبتك شوي بالأسئلة ما حبيبي. تأخذها شخصية لأنه هاي فقرات البرنامج لا. وأنا بتحول في البرنامج بصير إنسان بتصير محقق ما شاء الله من حقك تسأل ومن حقي أجاوب الله يخليك يعني حبيبي وإن شاء الله ما تكون آخر مرة ومرحبا بيك في أي وقت حبيب القلب شكرا حبيبي الله يخليك شكرا الله يخليك سو أنا بضرب لكم موعد مع رابر جديد وحلقة جديدة من برنامج راب أب على قناة ومنصات المشهد